السلام عليكم. تم في نهاية الأسبوع هذا بداية وضع الكراسي على المدرجات السفلى لملعب 5 جويلية، وهذا على حسب يعني التحضيرات اللي راهي قائمة في هذا الملعب. سوف يكون جزء من يعني الملاعب اللي راح تنظم الشان. إن شاء الله يكون فيها يعني قد ما يكون التحضير جيد والعد الملاعب أكثر، فهذا يضمن نجاح هذه الدورة، وإن شاء الله الأشغال هذه الملاعب تكون يعني مازال ما شفناش الألوان تاع الكراسي هذه، لكن إن شاء الله تكون يعني منسجمة مع الشكل العام، وربما تكون بيضاء على حسب الشوفة. المهم هذه هي. السلام عليكم.